السلام عليكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله بقناتنا وقناتكم قناة انمل فاكتوري. اليوم معنا المربي والهاوي نبيل العازمي. حياك الله اخوي ابو عبد الله. الله يحييك. شو اخبارك؟ الله يحفظك. ان شاء الله طيب. طيبين مشكور على دعوتك لنا وفتح بابك لنا. بارك طال عمرك، تشرفونا وانتم دعم للهوايه ودعم لنا احنا، والله يحفظكم ان شاء الله. الله يرحم والديك وما قصرت. اخونا ابو عبد الله ما شاء الله يعني متنوع بحمام المحميه، بحمام الدوف بانواعه، وما شاء الله مختص قلت لي بحمام الأدماوة. نعم الأدماوة، وبنشوف شنو الحمام الأدماوة ومين يأ وناخذ منه المعلومات. ابو عبد الله نعم. كلمنا اول شيء قبل ان ندش بالحمام عن بداياتك، ومتى دشيت خاصه تخصصت بحمام المحميه، نقول بالدوف بانواعه. الدوف بانواعه تخصصت فيه تقريبا من اكثر من 13 سنه، من 2004، من بعد انفلونزا الطيور. اي ما شاء الله. بعد ما صارت انفلونزا الطيور تخصصنا في الطيور هذه اللي هي الدوفات. بدايتي كانت بالحمام الدوف التايلندي اللي هو القمر التايلندي، بالوانه وباشكاله وبانواعه. تطورنا على شوي للطيور المحميه، طيور الكويت، القطه ما قطه وهذا. فهوايه صعبه وهوايه تجذبك شوي، فيها شوي من نوع التحدي، يبي لها خبره، ونكتشفنا من وراها خبرات، اكتشفنا من وراها شغل. والحمد لله يعني تطورت شوي لغايه ما الانترنت بعد بطل علينا طيور العالم. ما شاء الله. وطمعنا بطيور العالم، وقمنا ناخذ من كل بستان زهره. وقمنا نجمع على الطيور، والحمد لله يعني الطيور فيها تحدي وفيها انواع من التحدي، لغايه ان في بعض الطيور ما هي موجوده لحد الان، احنا قاعد ندور عليها مو محصلين ولا قادرين شلون نستوردها. ولكن الادماوه هذا توفقنا فيه الحمد لله، وجبتها تقريبا من قبل سنتين. من وين يا الادماوه؟ استوردتها من غينيا. من غينيا؟ من غينيا. طبعا من غينيا في موسم معين وفي مكان معين يصيدونه، لانه هو اساسا على حدود غينيا مع الكاميرون مع نيجيريا، وما يتوفر بكميات، ولكن الحمد لله انعرضت علينا ذيك الكميه وخذيناها. اللي متوفر عندي منهم تقريبا 20 زوج، والحمد لله 20 زوج انتجت منهم. طير بري، طيور صيد في البدايه تكون صعبه شوي، يبي لها تاهيل على المكان اللي هي فيه. شغله ثانيه شلون تميز النثيه من الفحل. شغله ثالثه شنو ياكلون هالطيور، متى موسم انتاجهم، لان حتى الطير هذا ما في اي معلومات عنه بالانترنت، معلومات شحيحه، يلا تشد لك صوره صورتين. والحمد لله توفقنا فيه وانتجت الطير وعشت وعاش وياك جميع المواسم، وعلى قولتهم عرفت موسمه. الحمد لله عرفنا موسمه ووضعه طبيعي، عرفنا امراضه، عرفنا نوعيه العش اللي يبيها، عرفنا الشغل اللي يبيه، خصوصا اغلب الطيور المحميات هذه. علمتنا بعض الانواع، علمتنا انه في نوع من انواع الطيور يحتاج الى مثل مكان هادي، طير ما يبي يشوف الانسان قدامه، طير وقت الانتاج بيكون مرتاح فيه عشان يطمئن، مرتاح ومنعزل، لازم ما حد يمر وايد يعني، بس على قولتهم الاكل والشرب. الاكل والشرب بس، في شغلات احنا نحطها بس اساس انك تهيئ الجو هذا له. انت شلون تخضع الطير لك؟ في شغلات مكملات غذائيه، فيتامينات، محفزات للانتاج، محفزات ان الانثى لما تبيض ترك على البيض. ما شاء الله. هذا لازم تكون يعني على خبره فيها، ولازم يكون عندك علم فيها، وخصوصا لما يكون في يعني امور ان الطير لازم تكون صحته سليمه، لازم يكون الطير نظيف، يعني الصحه هي اساس الانتاج. فتهيئه الصحه اول شيء، الغذاء الزين، الامور هذه كلها، وان شاء الله البركه من الله. باجي على الرب. عسى الله يبارك لك ويزيدك. وشنو يميز الحمام هذا؟ وشنو الالوان؟ هل في الوان دارجه له؟ لا، الطير هذا يعتبر مثل حمام القمري اللي هو يسمونه التورتل دوف. هذا يصير اربع انواع. الاربع انواع هذه كلها تقريبا ثلاث انواع منها متوفره. النوع الرابع اللي هو الادماوه، هذا مستوطن في المكان هذا ولا يطلع برا افريقيا الوسطى. ما شاء الله. فغامض، ما في دراسات عنه، ما في امور عنه، ولكن عاد حب الهوايه، الواحد لما يحب الهوايه وده انه يكون عنده طيور نادره، وده انه يكون عنده شويه تحدي بالانتاج الطير، والحمد لله. بالعكس هذا شيء حلو ان تكون الدراسه منك انت تطلع. التنوع في الطيور والتنوع بالامور هذه يخليك انك انت حتى وصلنا فيها مرحله، يعني لما نصور ونحط بالسوشيال ميديا ربعنا لنا اصدقاء في اوروبا وفي امريكا يستغرب الطير هذا انت شلون حصلت عليه، والطير هذا فانت يعني وصلت المرحله انك انت قاعد تعطي معلومه وتصدر المعلومه لبرا. ما شاء الله. احنا عندنا هنا بالكويت ابو عبد الله، انا دشيت عند مهند الزنكي. نعم. مسي عليه بالخير. ما شاء الله عنده يعني حتى حمام
يعني منقطع من الطبيعه. نعم. موجود بالمزارع عندنا هنا بالكويت اللي هو السكورو. اللي هو السكورو حتى يعني معطينا شهادته وكذي. نعم. هذا منقطع منقرض من الطبيعه. وموجود متوفر في المحميات ولكن قاعد يكاثرونه على اساس يردونه مره ثانيه للطبيعه ان شاء الله. وهذا شيء جيد يعني ان تنعد الكويت من ضمن الدول اللي موجود عندها الطير هذا. بالضبط. والحمد لله هذا اللي احنا نبي نوصل له، انك توصل الهوايه بنفس الشغله، انك توصل تعطي العالم انك انت وصلت مرحله. والحمد لله وصلنا مرحله في خصوصا بالدوفات وانتاج الدوفات مرحله تشرف. اي واحنا الحمد لله يعني في الكويت في مثل ما قلت الاخ مهند الزنكي، ابو حسين، علي الصابري، بدر الدحاني، ناس مربين ما شاء الله. ابطال متخصصين يعني يعني ناس عندهم انواع كثيره. اي ما شاء الله. اي والحمد لله. بس في فرق طبعا بين التاجر وفي فرق بين المربي. إيه والحمد لله ربعنا هذول كلهم مربيين ان شاء الله. وشخص يعني الطير من يطب عنده لازم يدرس حاله الطير، ينتج الطير، ياخذ المعلومات كافيه عن الطير. ما شاء الله. حتى قاعد تسوي له اهم من اللي هو الحمام تسوي لهم الدي ان اي والامور هذه، الفحص الدي ان اي، صحه الطير في بعض الطيور خصوصا الطيور شرق اسيا هذه تحتاج شغله اللي هو تحتاج فيتامين اي. لان فيتامين اي متوفر عندهم هناك بالخضره، وطيورهم هناك تاكل فواكه تاكل خضره. فاذا ما توفرت الطير يصاب بحاله عمى. تشوف الطيور من تحطها بعد فتره انعمت الطيور. اي ما شاء الله. فهذا لا لازم تعرض الطير لاشعه الشمس، يتعرض انه ياكل الخضره، تحط له الورقيات، تحط له الامور هذه كلها. هذه شغلات احنا تعلمناها. احنا تعلمناها من خلال تربيتنا للطيور هذه. ما شاء الله. ها مثل ما قلت لك الدراسه ما شاء الله قامت تطلع منك خبره. وبعض الامور يعني اما الطيور لما تكون في موطنها الاصلي نفسها المعلومه اللي تاخذها ما راح تكون معلومه دقيقه. لانك انت بتشيلها من بيئه بتجيب البيئه ثانيه. فانت لازم انك تتحدى، ما نقول تحدى الطبيعه ولكن تسخر الطبيعه للطير هذا. بالضبط. الطبيعه هذه شلون تسخرها؟ لازم التعامل، خصوصا عندنا احنا وقت انتاج الطيور عندك مربوط بوقت قصير اللي هو عندك شهر 3 الى شهر 5 هذه شهرين. اي بعدها يبدا عليك الحر، انت تدش بمشاكل. تعال شغل تكييف، تعال حط الامور هذه كلها. خصوصا المزارع عندنا بالوفره وبجب ما شاء الله الكهرباء. اي ما شاء الله تنقطع بين فتره ما عندنا مشاكل فيها. فهذه الامور اللي تخليك احيانا تعرق مسيره الانتاج وتعرق احتفاظك بالطيور. والطيور النادره هذه عندنا مشكله نحاني منها ثانيه، لما يكون عندك منهم زوج او زوجين. وتخسر لك انت وتخسر لك فحل. اي مش هنا انت يعني بالكويت الحمد لله احنا حافظنا عليها ان في كذا مربي. اي كذا مربي. وتقريبا محافظين على النوعيه ان كل واحد عنده من هالنوعيه هذه. فتحصل اذا كان عندك محتاج لك انثى تحصل عند واحد من ربعك، محتاج لك فحل تحصل. والحمد لله يعني هذه الحمد لله وصلت على اهلها من محاسن الهوايه هذه نفسها. انه يكون عندك ناس حتى لا احتاج لك طير ولا شيء متوفر عندهم. والحمد لله وصلنا فيها مرحله اللهم لك الحمد يعني عالميا. يا رب لك الحمد. وحتى في اوروبا يطلبون منا تصدير، وعندنا ناس صدروا الى اوروبا، وعندنا ناس صدروا، احنا صدرنا للخليج. والكويت تعتبر يعني تربيه الدوفات والطيور المحميه من اولى الدول على العالم. اي ما شاء الله. اولى الدول على العالم يعني يمكن تسبقنا اسبانيا بس. ولكن الكويت كتنوع يعني وتحدي للطبيعه يعني ما شاء الله. نقول رقم واحد اسبانيا ورقم اثنين يعني خلاص قلتوا الكويت. نعم. لان على اغلبيه المربين الطيور النادره والمحميه اغلبهم في الكويت وفي اسبانيا ان شاء الله. فهذه شغله الحمد لله يعني تميزنا فيها. وبدليل انه يعني ربعنا بالخليج واخواننا دائما يطلبون منا الطيور. فاذا يبي طير نادر ما يروح يدوره في اوروبا ولا يدوره في موطنه، خلاص اروح للكويت. اتصل على الكويت يا جماعه محتاج الطير هذا شو اللي متوفر. والحمد لله يعني نوفر لهم طيورهم، نوفر لهم الشغل وكلها اغلبها من انتاج الكويت. عسى يعني الله عسى الله يبارك لكم ويزيدكم. الله يجزاك ما شاء الله. احنا شفنا عندك طريقه المحميه، يعني دائما احنا لما نروح من واحد لواحد يا جماعه قاعد نطالع ان طريقه المحميات تختلف عن الثاني. نعم. ما شاء الله احنا جينا دشينا شفنا لما دشينا عندك شفنا الكبار يمين ويسار. نعم. في ناس لا الدش مخليه مفتوح باكبر. نعم. اي بس ما شاء الله نبي احنا دائما انا ما شاء الله مربين الدوف او الحمام او الدياي بكثار، بس كل مربي يختلف عن الاخر. نعم. فنبي طريقتك بالتربيه وليش فكرت ان محصارك يكون كذي بالضبط. هاي طال عمرك اي واحد هذه قاعده، اي واحد يحط له محميه مفتوحه اخر وقت راح يقسمها. اخر وقت راح يقسم. اي لما يدش بالخبره ويدش بالامور هذه لازم يقسم الجبره. ليش؟ انت عندك الطيور ما تصلح مع الطيور الثانيه. يعني خصوصا القطه والطيور الارضيه هذه ما تصلح مع الطيور اللي
مثل الحمام والامور، فلازم تحط لك مكان للطير هذا، مكان للطير هذا. في بعض الطيور مزعجه مثل البار شولدر اللي احنا نسميه التماسيح. شلون مزعجه؟ هذا اي عش لازم هو يكوش على عش. اها ايه مسيطر. اي فيسيطر فتقل عندك الانتاج، تصير عندك مشاكل كثيره ما تقدر تسيطر عليها، لان احيانا تكون عندك انواع طيور الطير هذا يحتاج نوعيه علف معين، هذا يحتاج العلف الثاني. فانت اذا حطيت الطيور قامت تاكل من الاكل هذا وخلت الاكل الثاني، فانت قاعد تخسر نفسك خساره ما لها معنى. الشغله الثانيه هجين الطيور، طير يهجن مع طير ثاني او يركب طير مشكله ثاني. تضيع سلاله، تضيع، يضيع رس، طلع لك اللي هو الميول اللي هو البندوق، ما منه اي فايده، ما منه فايده. فطير يعني انت خسرت، ضاع عليك وقت، ضاع عليك انتاج على طير ما منه اي فايده وطير هجين. ولكن الافضل انك تحافظ على السلاله مثل ما قلت انت، تحافظ على نوعيه الطير، تحافظ على شكل الطير، خصوصا احنا المربين الكويتيين يعني لما يستورد الطير برا يستورد الطير بيور اصلي، يعني ما هو هجين ولا هو يعني صح. من الموطن ياخذ اللي هو الصنف الممتاز اللي هو بالحجم بالشكل، ويعتني فيه بينتج شيء فخم. فما تسوى انك تقطع فيه محميه وانت تقل عليها يعني الاهتمام وتقل عليه الامور هذه، لا يبي له اهتمام، يبي له عنايه. فانا انصح اللي عنده محميه كبيره راح يكلف على نفسه. نقول له من الحين يا شباب قسم القدم واللي جديد بدش قسمها احسن لك. في ناس تحط المحمية في الوناسة اللي ايه؟ اللي يقولك أنا والله بستانس فيها، بحط كراسي داخل، بحط شغلي داخل. هذه أنت ضايقت الطير، فأنت تبي تربي وأنت ضايقت الطير، تربية في الغالب ما راح تسوي. ماكو راح شنك مسوي لك دوانية هاد لك أربع حمامات داخل. يعني ما تسوي يعني. والطير اللي بيبيض أو يبي ينتج هم راح ينتج غصب يعني. فراح يسيطر يعني في الغالب راح يسيطر الطير على المحميه كلها، فراح يصير الانتاج كله من طير واحد. من طير واحد. اي والافضل ان تقسم وتنحط الطيور على اساس تاخذ راحتها، لان توفير البيئه وتوفير الراحه للطير هذا يعتبر من اساسيات او هو اهم شيء لانتاج الطير نفسه. وتكون له خصوصيته بعدك احسن. نعم لان في طيور، خصوصا الطيور اللي قاعده توصلنا الكويت، في طيور توصل من انتاج محميات وفي طيور توصل طيور صيد. طيور الصيد هذه انت تتعب فيها على ما تسخر لها الجو، تتعب فيها على ما تهدي الطيور، فلازم انك تدرسها دراسه، سواء تسكر عليها، تكثر لها العشوش، نوعيه العش، تحتاج عش دائري، عش مربع، تحط لها مرات شبك، تحط لها سعف النخل عشان تعشش فيه، تحط لها الخضره، فانك تهيئ تحط جميع السبل على اساس ان الطير يرتاح والطير ينتج والطير تتوفر له البيئه اللي هو يقدر يعطيك فيها مثل ما انت حطيته وهو يعطيك. اما تحط لي طير في الشبره وتقول انا بنطر عليه انتاج وبنطر عليه الامور هذه كلها، ما راح تشوف النتيجه اللي راح ترضي. لا لا صعبه، لازم تخسر ولازم تبذل جهد على اساس توصل اللي انت تبيه. وهذا اللي حصل معنا في بعض الطيور وبعض المشاكل اللي نعاني منها، الطير يبيض ولكن يقوم عن البيض. اي هذه إيه؟ شنو لها الحل؟ هذه الحل لانك تختار لك طيور ثانيه تحطها كحضانات، مثل اليا كريم، بعض الزواجل، بعض الطيور هذه. يعني هم من الزاجل نقدر نزرق تحته إيه لو حمام الدوف. اي لا انت قاعد تشتغل على طيور، في عندك الدوف والبيجن اللي هو الحمام واليمام. الحمام هذا تشتغل عليه على الحمام وتشتغل عليه حتى على اليا كريم الصغير يقدر يمشي، اللي هي الطيور البريه هذه. ولكن احيانا تصير مشاكل عندنا ان بعض الطيور تكون حامله الى مرض. فتورث المرض الى وين؟ الى الفرخ الصغير. فهذه مشاكل يعني من واقع تجربه ومن واقع يعني مراسلات مع ربعنا او اصدقائنا في اسبانيا. كنت ازرق بعض الطيور اللي هو سيلبس اللي قبل شوي اللي صدره اصفر هذا. اي ما شاء الله. حطيتها تحت الحمام الدش اللي عندي اللي هو الباكستاني وانتج وطلع الفرخ، فكانوا ربعنا يقولون شلون الفرخ طلع عندك؟ وسبحان الله يعني ما تم الفرخ، شوك شوي مات الفرخ. فلما سالتهم قالوا لا الطير هذا يكون حامل الى مرض ويورث للطير هذا. والورث للطير. فافضل طير الى انك تاخذ اللي هو اليا كريم كافضل طير تنتج تحته، مع ان الفرخ تحت اليا كريم يطول شوي. اي يطول على ما يطب. يطول على ما يطب، ولكن هم انه يطول ولا تخسر ولا اخسر الانتاج. ولا تخسر الانتاج ولا يروح عليك الموسم كله، خصوصا انك قاعد تشتغل من شهر 10 الى شهر 3 على اساس تجهز الموسم. تجهز الموسم. والموسم عندك 3 و4 و5 6 انت مالك خلق حتى تشوف الطيور. صحيح. جونا ما شاء الله يتغير. فمن بعد 6 راح عليك 6 و7 و8 و9 هذه اربع شهور راحت عليك على الفاضي. فالافضل انك تجهز على اساس انك تنتج صح. تكون مجهز المكان صح ومجهز حتى الجيش المساند اللي هو اليا كريم ومجهز طيورك هذه كلها اساس تنتج كميه زينه. كميه يعني لازم تسوي لها جيش على قولتك. لازم تسوي لها جيش مساند على اساس انك حتى بعدين تحس ان تعبك
ما راح ما راح اي بالضبط، واشوف انتاجي واكحل عيني فيهم. نعم. عسى الله يبارك لك الله يجزاك ويزيدك الله ان شاء الله وتزيد الانتاج، خصوصا لما تكون هذه هوايه وانت حاب الهوايه. بالضبط. ما هي تجاره يعني. التجاره لا، تقدر تسوي للطيور وتبيعهم بنفس اليوم، ولكن الهوايه لا. عندي طيور هنا مقيمه، كان عندي طير تايلندي عمره تقريبا مات السنه اللي طافت، عمره وصل 14 سنه ما شاء الله. اي لا ومنتج يعني. فالحفاظ على الطيور والعشق، عشق الطيور هذه لا يخليك مرات تمسك طير فتخشر طيورك كلها الا هالطير هذا انا ما خسره. انا ما خسره إيه الطير هذا انا حابه، حتى لو كان ما له قيمه في السوق او ما له قيمه عند بعض المربين، كلها قيمه عندك. إيه؟ وهذه هوايات تفرق من شخص الى شخص، والحمد لله يعني العنايه موجوده والاهتمام موجود والباقي على ربنا. على الله عسى الله يبارك لك ويزيدك. الله يجزاك. والامراض هني ما في منها خوف؟ الامراض هو ما فيها منها خوف، ولكن في عندنا تطعيم اللي هو ما هو متوفر، اللي هو تطعيم جذري الماء اللي هو الثواليل حق الطيور هذه. هذه احنا الحمد لله احنا ما نحتاجهم، ولكن لان احنا مسيطرين على الوضع شوي وقائي، مهتمين فيك الطيور، نظافه الطير، نظافه الماء، نظافه الاكل. ولكن سبحان الله احنا نخاف من شغله انه يكون الطير انك تخسر الطير بسبب مرض والمرض هذا علاجه مش متوفر. فهذه المشكله اللي عنده، ولكن الادويه اغلبها موجوده، وفي الغالب يعني الطيور كلها علاجها واحد او امراضها واحده، فانت ما تحتاج الى كميه ادويه. يعني احنا مر علينا الامور فان هي نفس الامراض الدي اي والحمام والامور هذه. انت تتعامل مع الطير هذا كانه يعني العلاجات البيطريه كلها واحد. كلها واحده، فانت تتعامل مع طير او تتعامل لك مع غنم او تتعامل لك مع اي حيوان ثاني، علاجهم كله واحد بس تفرق الجرعه. وكل الادويه تقريبا موجوده، وامراض الكويت كلها تقريبا معروفه، خصوصا امراض الطيور هذه كلها. بس احنا نخاف من الشيء الجديد، لو لما يجيك الطير من برا، وهذه شغله يعني خسروا فيها ناس واجد يعني من ربعنا بالهوايه نفسها، يستورد الطير من برا واول ما يعطيه مضادات حيويه. وهذا غلط، انت طيرك اساسا مو مريض عشان تعطيه مضاد حيوي. أي طيرك تعبان، انت تعطيه فيتامينات، تعطيه مكملات غذائيه. فهذه المشاكل اللي عندنا اللي هو خلط المكملات الغذائيه مع الادويه، هذا اكبر غلط. انت تعطي مكملات غذائيه، الطير يكون عنده وقايه من الامراض وتستمر عليها مع انها تكلف. ولكن انت عشان ما تخسر طيرك، عشان ما خسر طيرك، وعلى قولتهم انت هاوي وانت هاوي. ايه بالضبط. وعلى قولتهم لا شرينا الحمام احنا نتولع فيه. نعم. ومثل ما قال يمكن ما له قيمه، بس نعم. انا هو عند المربي. نعم. لا قيمته، لا قيمة. وهم في مربين نفسه يعني يمكن تلقى اثنين ثلاث هم نفسك يحبون هالطير يعني. نعم. مستحيل. نعم. ان الطير يضيع. لا 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 موجودين المربين حتى في الكويت وفي الخليج وبرا، بس فيه جو من التنافس شوي. ايه يعني الشخص هذا انتج الطير هذا، هذا الطير موجود عنده. بالضبط انا هذا اللي قاعد اشوفه. بس لله الحمد كلكم اشوفكم على قلب واحد. لله الحمد، الحمد كلكم متعارفين. لا الحمد لله كلنا على قلب واحد. عسى الله يبارك لكم. الله والله يغير عليك. احنا ودنا نتجمع يعني بالهوايه هذا، ودنا نجتمع ما نتفرق، لان اغلب الهوايات تصير لها اتحادات وتصير لها روابط. فاحنا الهوايه هذه اللي هو الطيور المحميات هي اللي ما لها لا اتحاد ولا لها رابطة ولا لها نادي يعني حتى نجتمع فيه، لأن احنا معدودين وعارفين بعض. ايه ايه فهواية يعني سواء حطيناها نادي احنا نعتبر نفسنا احنا بنادي. ايه بالعكس. ايه انت ما خالف احنا لو بالعكس. عسى الله يوفقكم ومن هنا من موقعنا ان شاء الله. الله يجزاك. انها تصير لكم رابطة حتى لو انتم تكونون خمس انفار بالرابطة. نعم. على الاقل لما يجي الهاوي الجديد يشوف. نعم. الناس. نعم. نعم. راح يلقى اسئلته، راح يلقى لها اجوبة. نعم. من ناس مربين قدامه يمكن حتى النواقص يقدر يحصلهم. يحصلهم. والشغله الثانيه انا عندي خبره، خبرتي هذه انا ما محتفظ فيها لنفسي. انا الخبره اقدر اعطيها اي واحد يجيني، يعني سواء عندي خبره بالطيور وانت ما عندك وجديد على الطير، تعال المعلومه موجوده عندي. ففي بعض الناس يشتري الطيور وما عارف الطير هذا اساسا من اي فصيله. فالطير مو عارف الطير شنو ياكل، الطير شلون طريقه انتاجه. في ناس لما تسوي لها محميه وتسوي لها جبره تحط العش مرتفع فوق. ليه؟ بهدف ان الطير لازم يرتاح لما يكون فوق. لا بالعكس، انت الطير لما يكون فوق ما راح تصير عمليه التزاوج، السقف راح يضايقهم، انت لازم تنزل شوي. نزل شوي. ففي شغلات فنيه، في شغلات لازم الواحد ينظر لها، شكل الجبره شلون صاير، وجه الجبره شلون صاير، الشمس اشعه الشمس تنفع للطير. فالخبره هذه اللي احنا اكتسبناها مع الوقت هذا ما ودنا تروح علينا على الفاضي. بالضبط. فودنا بالعكس نشجع عليها. والخبره موجوده وال ما تقول المعلومات موجوده، اي واحد يكلمني ياخذ المعلومات اللي يبيها مني. بس هذا مع يا طيور المحميه اذا تبون سؤال بنحط لكم اكونت ابو عبد الله، واي شيء تبونه ما يقصر ابو عبد الله. وبيض الله وجهك يا اخوي. الساعه المباركه ساعتك ابرك. كسؤال اخير، شنو تنصح الناس بتربيه الهوايه وهالحمام وهالانواع؟ والله شوف
في بعض الحمام الزينه انت لازم تقولب ولازم تحولف ولازم كذا. الحمام البري لا، انت حطه بشبرته وعطى شويه اكل، عطى الماء الصحيح والشغل الصحيح وهو ينتج لك، وانت تستفيد منه. اول شيء انك انت انتجت واستانست. الشغله الثانيه حتى لو بتبيع هم منه فايده، يعني طيرك سواء شاري انت بسعر غالي ام سعره موجود فيه. وانا اشجع الناس، يعني الطيور كلها متوفره، الطيور كلها سهله، سواء من طير صغير لطير كبير، ولكن المعلومه اللي موجوده ان الطير الصغير انتاجه احسن من الطير الكبير. كل ما كبر الطير كل ما صعب الانتاج. فمبدئيا اشتغل على الطيور الصغيرة، انتج الطيور الصغيرة، لا تدش على طير يعني الطير يكون نادر في الكويت ما هو متوفر، تخسر لك منه حبة، تروح تدور حبة ثانية عشان تطقم الزوج مرة ثانية ما تحصل، فراح عليك الزوج على الفاضي، راح تدش بمشاكل، تدش بمتاهة ما لها معنى. الفلوس اللي قطيتها على الزوج سواء كان سعره غالي 300 400 دينار، انت باكر لو بتبيع الحبة اللي بقت عندك هذه ما انت محصل احد يشتريها. بالضبط. اي فبلش بالطيور الصغيرة المتوفره في الكويت، والحمد لله عندنا ناس يعني ينتجون طيور، احنا نسميها طيور سوق اللي هو، ولكن طيور نادره يعني حتى عالميا ما هي متوفره، ولكن عندنا بالكويت صارت طيور سوق. ليش؟ لان الاغلبيه ينتجونها، قاموا ينتجون منتجها سهل ويعرفوا لها. فبلش بالطيور اللي متوفره بالسوق، تالي حتى بالطيور النادره، بعدين حط لك شفرتين طيور نادره شوي شوي لما تصير الشفره كلها. طيور الفواكه عالم ثاني، وطيور الدوفات هذه اللي تاكل الحبوب عالم ثاني كتصنيف، يعني حتى عند المربين الطيور الفواكه تعب شوي، تحتاج لها شغل، تحتاج لها جهد، تحتاج رطوبة عالية، فتعبك وإذا منت مستعد لها لا خل طيور الفواكه، لأن لها ناسها يعني وما تقول هواية صعبة شوي. هواية صعبة، هواية صعبة شوي. مع أن العلف تعوض حاليا بالمكعبات اللي هي النواشف هذه، ولكن ما يغني عن الفواكه الطبيعية، ما يغني. إيه، فأنصح الناس أنه يبلش بالطيور اللي متوفرة بالكويت والطيور المنتجة، وانه يعتني في البداية يعني تكون صحة الطير زينة، يعتني بصحة الطير، يعتني بريشة الطير، ان شكل الطير حتى شكلا لما تحط لك طير يكون متنتف شوي، انت نظريا ما راح يعجبك. إيه، فالامور هذه انه يكون الطير يتسبح يوميا، تكون الماي عنده مكشوف يتسبح فيه، تبدل الماي باليوم مرتين، الفيتامينات، المكملات الغذائية، انواع العلف النظيف، العلف اذا يقدر يغسله، لان اغلب الاعلاف اللي عندنا تكون مرشوشة بحيث انها بذور، فلازم تكونها مرشوشة. فتغسل العلف، تنشف العلف، تعطي العلف، تعطي معه مكملات غذائية عشان توصل نتيجة انت تكون راضي عنها. الشغلة الثانية ما ظلمت الطيور وما ظلمت نفسك فيها. ايه، والحمد لله. بس عسى الله يبارك لك ان شاء الله يا اخوي عبد الله، ومشكور على هالمعلومات الحلوة. الساعة المباركة وما قصرت يا اخوي. الساعة المباركة. الله يسلمك. الله يرحمك حبيبي. أعزائي المشاهدين، أتمنى أن كفينا ووفينا وياكم، وإن شاء الله نشوفكم على خير حلقات أخرى، وراح نتنوع وياكم. السلام عليكم.